بالنسبه للجولات التاجيلات اللي انت تتكلم عنها، طبعا بالنسبه هذا المشاركه القادمه بالنسبه للمنتخب الاولمبي مشاركه نهائيات الحسم بحسم ان شاء الله في قطر بالدوحه بحول الله وقوته. طبعا احنا خاطبنا لجنه المسابقات عشان الاستعداد للبطوله، انت تعرف البطوله هذه مشروع الاتحاد السعودي، مشروع دوله حتى قبل ما يكون مشروع الاتحاد السعودي. هي التاهل اول شيء الحصول ان شاء الله بحول الله على كاس نهائيات اسيا بحول الله، ومن ثم التاهل الى نهائيات الريو. انت عارف نهائيات الريو اللي ستقام ان شاء الله في البرازيل. اي نعم، هي هدف للمنتخب الاولمبي وللاتحاد السعودي وللجنه الاولمبيه السعوديه، هدف من اول ما استلمنا المنتخب الاولمبي احنا شغالين ان شاء الله ان يكون لنا هدف نوصل له به الاولمبياد بحول الله وقوته. طبعا احنا خاطبنا لجنه المسابقات طال عمرك والحمد لله ابدت تجاوب كبير بكل امانه. الدوري حيتوقف تقريبا حوالي اسبوعين الى ثلاثة اسابيع بحول الله وقوته استعدادا للبطوله، قد ممكن تزيد الفتره حتى شهر كامل للدوري. طيب استاذ صالح، اذا افترضنا ان هناك لاعبين اولمبيين، يعني من هم اللاعبين المؤثرين في انديتهم وتم اختيارهم للمنتخب الاولمبي حتى يكون هناك مبرر ودواعي لهذا الايقاف؟ والله شوف، خلينا نبدا بنادي الاتحاد. نادي الاتحاد يوجد فيه تقريبا حوالي 7 عناصر مؤثرين. نادي الاهلي يوجد فيه مصطفى قصاص والرحيلي. نادي الشباب يوجد فيه عبد المجيد الصليهم وسعيد خير الله وعبد العزيز الديشي. برضه فيه الحارس الجوهر. نادي الهلال فيه عبد الله العمار واحمد شراحيلي. جميع الانديه، نادي النصر فيها ايمن فتيلي. جميع الانديه، نادي القادسيه فيها 4 لعيبه، نادي الاتفاق فيه 3 لعيبه. تقريبا جميع الانديه فيها عناصر مؤثره. كابتن استاذ صالح، يعني غالبيه الاسماء اللي تذكرتها يعني لا تشارك اساسي او معظمها لم يشارك اساسي مع انديتهم. والله شوف، انت تقول يشاركون، لكن بالنسبه لنا احنا شايفينهم يشاركون، يمكن يتعرضون لاصابات، يتعرضون لايقاف بالثلاثه كروت، يتعرضون لظروف معينه، لكن هم يلعبون تقريبا بشكل اساسي الان في انديتهم. طيب خلينا ناخذ الامور بمنطقيه اكثر. وانا اشكر فيك شفيتك يا استاذ صالح. يعني الان البطوله هذه اللي هي نهائيات كاس اسيا 23 في الدوحه لم تكن مجدوله من قبل؟ لا، هي ما كانت مجدوله، لانه الجدول صدر قبل ما يتاهل المنتخب السعودي. المنتخب السعودي انت تعرف المنتخب الاولمبي تاهل من ايران، حصل البطاقه الاولى في ايران. فالجدول صدر، تم اصداره من قبل ما نتاهل. فلما تاهلنا اصبح الان الدوري لازم يتوقف. كانوا متوقعين دعما للمنتخب الاولمبي، دعما للمنتخب الاولمبي في هذه المرحله. طيب عندك ما ادري، يعني ما كلمه انه قبل التاهل يا استاذ صالح، ما ادري هل يعني كنتم غير متوقعين انه يتاهل المنتخب السعودي؟ ما هو توقع، لكن انت تشتغل على الامكانيات، انت ما انت عارف، الجميع يسعى، لا تنسى مجموعتنا في ايران، عرفت؟ ويوجد ما يتأهل إلا منتخب واحد، لا يتأهل بالمجموعة إلا منتخب واحد، يعني أنت لازم تأمن بحظوظ الفرق الآخرة، المنتخبات الأخرى. لا تنسى أن ذهبنا باللعيبة اللي ما يعتبرون بشكل أساسي، فقدنا اللعيبة، عدد كبير من لعيبة المنتخب الأساسيين، فلذلك كانت حتى حظوظنا بنسبة 50-50. بس سبقكم ما تعمل جدول وانت تقول باجل جولات او باجل الدوري. بس استاذ صالح، استاذ صالح، يعني الجدوله المؤقته هذه اعتقد انها عملت في مشاركات الانديه السعوديه التي شاركت في اسيا، يعني في حال وايضا في حال تاهل النادي الفلاني مثلا سوف يتم تاجيل هذه المباراه. صحيح، ايه هذه مباراه، وانا اخوك، هذه مباراه، انت تاجل مباراه او مباراتين، لكن انت تاجل
جولات على الفريق كله تأجل دوري كامل، هنا الوضع يختلف أنا أخوك. طيب أستاذ صالح، أنا أتمنى أن الأندية في اجتماعها القادم الأندية أنها تبدي عدم رغبتها في تأجيل الدوري وتوافق على أن احنا نستعين باللعيبة إذا كانوا اللعيبة غير أساسيين في أنديتهم أو غير مؤثرين. أنا نتمنى الشيء هذا. طيب الأندية إذا كانت متبردة من التأجيل عليها أنها تأخذ خطوة هي وتقول أن بالنسبة لي أنا اللعيبة ماني متبرد من 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 مقادراتهم الفريق وانضمامهم للمنتخب. طيب استاذ صالح، لان ما عندي وقت استاذ صالح على اساس ان ما عندك قدام اعتقد ربع ساعه. لو انه الطلب قدم من قبلكم لجنه المسابقات ورفضت لجنه المسابقات هذا التاجيل. نعم. ما اشوف انا زي لو رفضت يعني هل سينسحب المنتخب من المشاركه؟ لا ما راح ينسحب، هذا مشروع دوله وهذا لابد يحظى المنتخب الاولمبي في هذه البطوله بالدعم. هذا حلم ان المنتخب السعودي يتاهل الى الاولمبياد، هذا حلم كل مواطن سعودي، كل رجل مهتم بالرياضه وكل رجل مهتم بالكره السعوديه ومهتم بتواجد المنتخب السعودي في ثاني اكثر محور في العالم. ما اعتقد انه راح يرفض تاجيل تاجيل الجولات. استاذ صالح، لو تكون فيها طيب سبق انه لعب تواصل الدوري والمنتخب الاولمبي يلعب في اوقات سابقه، انا اقول من وجهه نظري لو كان في عمليه توازن مثلا باختيارات اللعيبه مثلا ما بين 3 إلى 4 والفريق الاخر منافسين طبعا فتمشي العمليه. انا على احنا على استعداد في المنتخب للتعاون في اي شيء مع الانديه، احنا مستعدين، لكن انا زي ما قلت لك في بعض الانديه وجودها مؤثر، اللاعبين وجودهم مؤثرين في انديتهم. انا اتمنى انه الانديه احنا مستعدين نعقد اجتماع مع كل الانديه اليوم ضمينا فيها لعيبه، اذا تسمح بان احنا نضم لاعبين الى 3 لاعبين مثل ما يطلب تاجيل المباريات احنا ما عندنا اي مشكله. انا في تصوري لو كان الهلال والاهلي والاتحاد مثلا والشباب اخذ منهم على اقل تقدير 3 لعيبة إلى 4 تصير العمليه متوازنه. طيب وهذا اللي حاصل، احنا ماخذين من 3 إلى 4. خير الجميع رافض، حتى في حاله تنازل عن لاعب واحد يطلب التاجيل. استاذ صالح بإجازة يعني عشان اختم هذا اللقاء معك، حدد لي الفتره التي سوف يتوقف فيها الدوري بسبب الاستعدادات سواء كان المعسكر او المشاركه. طبعا الفتره حتكون من 2 إلى 9/1/2016. هذه فتره المشاركه ولا التوقف؟ هذه فتره المعسكر اللي حتكون معسكر اللي هي مده 8 أيام، المشاركه البطوله زي ما قلت لك حتبدا من تقريبا من 12/1 البطوله. من 12 الى 30؟ الى 18 يوم يعني. تقريبا. يعني الجولات اللي راح تلعب في نهايه شهر ديسمبر راح تلعب؟ ما راح تلعب. كيف ما راح تلعب؟ طيب انت تقول لي التوقف راح يكون من 2. المعسكر إيه لا انا تكلمت عن اللي في يناير طال عمرك. اللي حتوقف. انا اتكلمك عن ديسمبر. لا ديسمبر ما راح يكون في توقف، ممكن يصير في توقف في دوري الامير فيصل اذا كان في اذا قرر المعسكر حق الدمام اللي حيكون من 11 الى 19 12. طيب شكرا على الايضاح، الاستاذ صالح بن خالد المشرف العام على المنتخب السعودي الاولمبي لكره القدم والذي سوف يشارك في نهائيات كاس اسيا 23 في الدوحه. شكرا لك وقد كنت معنا في برنامج عالم الصحافه.